الرئيس السيسي يلتقي اليوم في برلين الرئيس الألماني ورئيس البرلمان. الجيش الثاني الميداني ينظم زيارات لطلاب المدارس إلى قطاع تأمين شمال سيناء. ضبط أكثر من 243 ألف قضية مخالفة مرورية متنوعة. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة لمقر البرلمان الألماني البوندستاج، حيث يلتقي رئيس البرلمان فولفغانغ شوبلي وعدد من النواب الألمان. ثم يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها الرئيس السيسي في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا. كما يشارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذي يقيمه الرئيس الألماني مساء اليوم لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ويشارك الرئيس السيسي غدا الثلاثاء في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا. وكان قد وصل الرئيس السيسي أمس إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا. نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني زيارات ميدانية لعدد من طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية بمدينة العريش إلى قطاع تأمين شمال سيناء، وذلك في إطار تنمية الوعي الوطني للأجيال القادمة وانطلاقا من الدور الاجتماعي والثقافي للقوات المسلحة. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أكثر من 243 ألف قضية مخالفة مرورية متنوعة. المزيد في سياق التقرير التالي. تتواصل جهود الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي مجال فرض الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 243,339 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها أكثر من 34,541 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و354 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4087 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7050 قضية تموينية متنوعة، من بينها 88 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2881 اسطوانة بوتاجاز و 121,348 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 6962 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2290 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها أكثر من 597.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 45 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 66,620 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت حوالي 42 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت أجهزة الوزارة خلال أسبوع 1578 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بلغ حجم التعاملات فيها ما يقرب من 1,500,000,000 جنيه وأكثر من 1,000,000 عملات أجنبية مختلفة، واختيرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود تتواصل ونجاحات لأجهزة وزارة الداخلية في فرض الأمن وكشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها
لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.